كنشوفوا دابا بحال طلعنا لهاد مود جاده، دابا بغينا غير نشوفوا هاد المنطقه في هاد اللحظه هادي. ما كاينش هنا، كاين الفيرغلا انتم كما كتشوفوا فيه، على الاقل على الاقل يكونوا وزاره التجهيز هنا كيلوحوا الملحه ولا يديروا يحلوا الطريق لعباد الله. دابا الناس راه كتعاني، الناس راه واقفين لتحت ما لقيتش منين يدوزوا، ما حتى شي حاجه. هادشي راه بسيط، ماشي شي حاجه، ملحه بسيطه غادي تحيد كاع هادشي اللي كيعانيوا منه هاد الناس. حنا دابا طلعنا على نهار وكنعانيو، فما بالك بهاد الناس اللي عايشين هنا دائما. كيوقعوا حوادث غادي يوقع الكليساج، واغلبيه الناس دابا اللي كيطلعوا هنا باش يشوفوا ما عندهمش تجربه مع الطريق اللي فيها الثلج، اذا غادي يلقاو المعاناه. جاي باش فواج يخرج وليداتو يشوف شي شويه الثلج، كيولي في معاناه، كيولي الطوموبيله مكليسيه ليه، مهوده ليه في الجناب، تقدر تطيح كاع. اذا راه الناس على الاقل يجوا يطلعوا واحد الطليله هنايا، ما تبقاوش عارف دوك البلاصه اللي فيهم التدفئه والكليماتيزور. شوفوا معانا حنا هاد الشيء هذا اللي كيتشوفوا الناس وكيعانيوا. ها كيف كتعرفوا في هذا الجو ديال الشتاء كتكون الامطار والثلوج، وحكم ان المنطقه جبليه، الانسان كيطلع المتنفس ديالو كيبغي يشوف الثلج كيف كتشوفوا مع الجبال. ولكن المشكل الوحيد اللي كاين هو الطريق. فانا بالنسبه لخصوصا ملي كتفوت ما بين تيكلفت والموج كتولي الطريق غير تراب، ومع كيصب الثلج كتولي تزلق. خصوصا حنا دابا غير هاد الصباح هذا اللي طلعنا راه داك شي جوج طوموبيلات ثلاثه كيزلقوا، فراك ما عارفين بنادم مع الزيار ديال الطريق، انسان الا ما كانش يرد البال الله يستر غادي يوليو في شي حوادث. هو طالع غير باش يفوج على راسو ويشوف زعما الثلج ويشوف الطبيعه ويتبدل، فكيولي الله يستر تيولي في شي حوايج اللي مشاكل. نتمنوا من الله من المسؤولين على الاقل حتى الا ما كانش يدار الكودرون ولا يدار مثلا يلوحوا غير الملحه ولا يلوحوا التراب لشي امور اللي كتحيد داك الانزلاق ديال السيارات. ونتمنوا من الله يهتموا بهذه المنطقه، خصوصا المنطقه السياحيه، فالطريق هنا كتكون طريق واعره وخلاص، وما تيكون ازدحام ومع الناس ديال المنطقه تيطلعوا يشوفوا الثلج. فنتمنوا من الله المسؤولين يشوفوا التفاته لهذا خصوصا هذه الطريقه ديال طريق سياحيه كدير. وبالنسبه حتى المنحدر هذا الحافه ديالهم كتكون مع الثلج كتولي زارقه وخطيره، يعني الانسان الله يستر لا قدر الله وكان شي غير شي انزلاق هنا فالاضرار تكون خطيره، لا 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 على الضحايا لا على السيارات. يعني ما كاينش زعما مثلا اللي ممكن زعما تكون غير شي حاجه اللي بسيطه. حنا الله يستر الحافه ماضيه بزاف، يعني الانسان يديروا دي بارير وعلى الاقل الطريق، لان الطريق مع الطراف ديالها كتكون تزلق. ونتمنى من الله تكون شي التفاته، لان هذه المنطقه سياحيه كاين فيها مناظر، كاين فيها بزاف الامور اللي ممكن تجذب المنطقه يجيو ناس يشوفوها. ولكن خاص المسؤولين ضروري يهتموا بالطريق، لان الطريق هي كل شيء، ما يمكنش انسان يطلع وهو خايف على راسه ومريسكي وفي نفس الوقت بغى يفوج. يعني الا كان كوك اللهم يبقى يريح في دار. خويا ديما كان سائق طاكسي أجرة كبيرة من تيكلفت ديما كنعانيو من هاد الكليساج ديما كل مرة، ماشي غير مرة واحدة، ما كاين اللي يتسوق لينا كاع، ماشي غير البارح، غير البارح ثلاثة الحوادث اللي وقعوا هنايا، غير البارح، والو راه درنا واحد وقفة واحد المرة والو، شي ما كاين، داكشي اللي كاين هو اللي تنطالبوه. راه شتي المعاناة ديالنا راه كل نهار ديما، حنا ديما مكرفسين ماشي غير مرة، ديما راه الناس دابا تيطلعوا ما تينزلوش، ها تندوزو عاوتاني من واويزخ. باش ما تدوزوش منه لا والو، راه غتجي غتقلب، راه شتي انت معاناة دابا كلشي شتيه تابعينك.